غلام علي، غلام علي، غلام علي، غلام علي يعني عبد علي. غلام علي معناها عبد علي. السيد البدوي، السيد الحسين، السيد التيجاني، السيد زينب. السيد معناه، هذا يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله ليس أنا، يقول معنى السيد الحسين والسيد التيجاني يعني المقصود عند الحوائج من دون الله، يعني شرك أكبر. هذا اللفظ إذا قال السيد، السيد الحسين والسيدة زينب، هذا يقول محمد بن الوهاب، يقول يعني الذي يقصد عند الحوائج من دون الله سبحانه وتعالى، يعني شرك أكبر. وكم يقال السيد الحسين والسيد البدوي والسيد التيجاني والسيدة زينب وكذا. نعم، إشكال.